نكمل نقاشنا حوالين البايرن كمان من خلال زوم معانا طبعا الناقد الرياضي وطبعا ضيفنا الدائم هنا ولكن وجوده في ألمانيا محمد الباز عبر زوم. بنرحب بيك يا محمد، مساء الخير عليك. مساء الخير على حضرتك كابتن هاني، مساء الخير على محمود، اهلا وسهلا. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك. بنتكلم على البايرن اكيد، وبنتكلم على ساديو ماني والادوار اللي بيلعبها مع البايرن، وعايز اعرف الاجواء، وخاصه خلينا نتكلم الاول على جزئيه ساديو ماني. بعض الناس هناك في المانيا بتقول ساديو ماني مش هو البديل المناسب ل بعد رحيل ليفا عن البايرن، ولكن بعض الناس التانية بتقول لا، بيقوم بدور مهم جدا في صناعة الأهداف، بيقوم بدور كمان بصناعة والتسجيل بشكل كويس. عايز أعرف منك النقطة دي في ألمانيا بتثار إزاي من خلال الشارع الألماني، الصحافة الألمانية بتتعامل إزاي مع ساديو ماني؟ هو فعلا مبدئيا ساديو ماني أصبح معشوق الجماهير البافارية كابتن هاني، دايما بيثير الاهتمام، دايما الجمهور بيتكلم عليه بشكل كبير، الصحافه هنا. المشكله اللي لسه ساديو ماني ما قدرش ان هو يعني يحلها بشكل كبير جدا هي الفرص المهدره الكثيره عند بايرن ميونخ. طبعا احنا بنشوف ان هو بيلعب 4 2 3 1 ناجلسمان، وبيعتمد زي ما حضرتك قلت بالظبط على ساديو ماني كراس حربه سترايكر صحيح رقم 9، يعني كتعويضا لرحيل ليفا. ولكن الموسم ده كابتن هاني بايرن ميونخ اهدر 17، يعني تقريبا نقدر نقول من 14 15 فرصه محققه، يعني هو احرز 17 هدف اقوى خط هجوم بعد اول 5 جولات، واهدر 14 فرصه محققه. الفرص المحققه المهدره الكثيره كانت ايضا في وجود ليفاندوسكي، ولكن ساديو ماني لم يستطع حتى الان، رغم ان هو هداف الفريق بثلاث اهداف مع جمال موزيالا هذا الموسم بعد طبعا اول 5 جولات، ولكن يا كابتن هاني لسه عدم تمركزات ساديو ماني جوه البوكس في الاماكن في التايمنج زي ما كان ليفاندوسكي، زي ما بنشوف دلوقتي روبرت ليفاندوسكي مع برشلونه. الخطف، السرقه اللي بيعملها، وجوده في اقل من سنتيمتر دايما يعني بيحرز الاهداف من انصاف الفرص. ساديو ماني بينزل طبعا تحت زي ما احنا عارفين طريقه لعبه وستايله والبروفايل بتاعه، ان هو حتى لسه ما اتعودش على حته ان هو يكون مهاجم صريح، ودي لسه ناجلسمان بيشتغل معاه بشكل كبير زي ما حضرتك قلت. طبعا تحته ثلاثه من العمالقه، يعني بنتكلم على اقوى اجنحه ايضا او من اقوى الاجنحه في العالم زي ما قلنا، كومان وتحته ميلر وتحته ساني، وشفنا ساني امبارح في المباراه امام الانتر عمل مباراه رائعه جدا. لسه ساديو ماني لم يساهم بشكل كبير جدا في احراز الاهداف من الفرص الكثيره المهدره لبايرن ميونخ، وده طبعا تشالنج كبير عند ناجلسمان، يعني نامل ان ساديو ماني ان شاء الله في الفترات القادمه يندمج اكتر مع المنظومه. قلنا ان هو هداف الفريق 3 اهداف حتى الان، ولكن الفرص المهدره يا كابتن هاني هي طيب لسه. عايزين نشارك كمان محمود في المناقشه. محمود بتتكلم لغايه دلوقتي، ويمكن يعني بتقول ان البايرن ما اشتراش راس حربه تارجت سترايكر 9، برضو شاركنا في الحوار. شايف يا باز ان ممكن عدم وجود ليفاندوفسكي حد بديل ليه تارجت مان رقم 9 صريح صرف بيلعب جوه ال 18 يترجم كم الفرص او كم الشانسز المحققه اللي المفروض تتسجل جوه ال 18 بتاع بايرن ميونخ؟ هل ممكن تقدر تشوف ساديو ماني يقدر يعوض الكلام ده كتارجت مان حتى لو الراجل حاول يطور منه، ولا شايف ان المفروض طريقه اللعب بتتغير بعدم الاعتماد على طريقه ان انا عندي تارجت مان رقم 9 وغير طريقه اللعب بالاعتماد على السرعات؟ لان الاربعه اللي قدامك انت قلت 4 2 3 1، الثلاثه واحد اللي هم ماني وساني وكيميتش والناس دي كلها السرعات عندهم رهيبه. هل انت شايف ان المفروض بايرن ميونخ كان ينتدب لعيب رقم 9 صريح صرف، ولا انت شايف ان ممكن طريقه اللعب تقدر تعوض رحيل ليفاندوفسكي؟ هو الاثنين موجودين، يعني انا شايف ان فعلا بايرن ميونخ كان محتاج لاعب سترايكر يعوض روبرت ليفاندوفسكي، لان دي كانت مشكله كبيره جدا في الفرص المهدره الكثيره. انا شايف ان ساديو ماني لسه ما دخلش في اجواء اللي هو التسجيل من انصاف الفرص، التواجد في الاماكن الصحيحه السريعه.
مع السرعات مع التحولات اللي بنشوفها طبعا، والسياده اللي بيعملها البايرن ميونخ من نص الملعب بوجود كيميش وموجود طبعا زابيتسر في الوقت الحالي، دي بتاثر بشكل كبير جدا. محتاجين فعلا لاعب سترايكر صريح ينهي الفرص الكثيره ديت. لسه ساديو ماني ما وصلش للحته ديت، محتاجين لسه شغل مع ناجلسمان مع الكتيبه مع الاربعه اللي قدام زي ما انت قلت 4 2 3 1 لسه شويه. تغيير طريقه اللعب هو جربها ناجلسمان وبرده ادت نتائج كويسه جدا، ان هو لعب برده ب 4 3 3 ب 4 2 2 2، يعني هو بيغير على طول 4 4 1 1، يعني هو دايما بيحاول ان هو يعمل عنده كده مرونه تكتيكيه في تغيير طرق اللعب. ولكن حتى الان هو يعني ثابت بشكل كبير جدا في معظم مراحل المباريات الماضيه على 4 2 3 1. اعتقد تغيير طريقه اللعب ممكن تؤدي بشكل اكبر لتحقيق هذه الفرص او يعني احراز اهداف اكثر، لانك بتغيير طريقه اللعب والاعتماد على مثلا 4 3 3 وان انت تلعب بساديو ماني مع 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 سواء كان ميلر معاهم تحت او كان بكومان او حتى سانيه او حتى طبعا جنابري. يعني في جمال مزيانه كمان جنابري كمان كان جنابري كمان طرف. لكن انا كمان شايف باز برضو عشان ننقل لمباراه الميلان وازاي ردود الافعال هناك كانت موجوده في المانيا كمان. خلي بالك ممكن جدا مولر في اوقات كثيره جدا كان بيلعب سترايكر، كان بيلعب راس حربه، وبالتالي عمليه التدوير في الرباعي بالنسبه لفريق البايرن ما اعتقدش انها مشكله، خاصه ان هم كمان عندهم اثنين ديفندر على مستوى عالي جدا، عندهم كمان اثنين سردباكين كويسين جدا. فواضح جدا ان البايرن بهذا الاسلوب باللعيبه دي قادر جدا للوصول لابعد نقطه على مستوى دوري الابطال. اللي عايز اقول لك ردود الافعال هناك في الصحافه الالمانيه كانت ازاي، الجماهير البايرن استقبلت الفوز على انتر 2-0 ازاي. انا عايز اقول لحضرتك هم استقبلوا الفوز على الانتر طبعا، يعني قالوا ان احنا البايرن ميونخ هيوصل يعني مراحل متقدمه وقد يعني ينافس بشكل كبير جدا على البطوله لهذا العام. شايفين ان البايرن بالكتيبه الحاليه مع ناجلسمان والتوهج اللي حصل عنده من الناحيه الفنيه بالوعي التكتيكي والفكر التكتيكي العالي، ازاي ان هو بدا يتعامل مع الناس ديت او الكتيبه الموجوده بشكل افضل من السنوات السابقه. هم شايفين بالفوز على الانتر هي بدايه قويه جدا، فرحانين جدا يا كابتن هاني بعوده سانيه. يعني هم شايفين سانيه مش بس ان هو رجع للفورمه او بدا يدخل تاني في الاجواء، لا شايفين ان هو قائد. يعني النهارده الصحافه اتكلمت على سانيه ان هو اصبح قائد للبايرن او من احد القائدين القائمين المستقبلين للبايرن. شفناه وهو بيتكلم امبارح اثناء المباراه مع دي ليخت وبيديله نصائح، بيتكلم حتى مع كيميتش، بينصح حتى ميلر ويتكلموا على طول ويبصوا لبعض. بدات فيها كابتن هاني الكونكشن دوت والهارموني ما بينهم. الصحافه النهارده استقبلت دوت وفرحتها بعوده سانيه وفرحتها طبعا بالفوز الكبير، لانك انت بتفوز على الانتر في 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 يعني في في, في سان سيرو. هناك ملعب خطير جدا، ودايما البايرن ميونخ او الفرق الاوروبيه بتواجه صعوبات كبيره جدا لما بتلعب هناك في الملعب دوت يا كابتن هاني. لا احنا الفوز ده مهم، بدايه قويه، بعد كده نخش بقى في اجواء الدوري. شايفين حتى البطولات هنا يعني مش بس بطوله دوري الابطال هي دي طبعا الهدف الاسمى للبايرن ميونخ، لانك زي ما انت عارف يا كابتن هاني هو البايرن هو. طب انا هاخد من كلامك برضو يا محمد وهسال محمود، لو بنتكلم بالمنطق اللي بيتكلم بيه الباز، تفتكر ان البايرن من ضمن الناس المرشحه بقوه للفوز بنسخه دوري الابطال طبعاً الموسم دوت؟ البايرن يبقى البايرن في اي وقت وفي اي ظروف، فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده، وهي استحوذت على دوري ابطال اوروبا اخر 15 سنه مثلا مرتين ثلاثه. فلا طبعا البايرن يفضل بايرن يا كابتن، ولكن انا بتفق مع الباز في الحته دي ان مفيش فيرود هيقابلوا مشكله كبيره جدا لما يلعبوا كومباكت، لان ساديو ماني لعيب قوته دايما ان هو بيجي من تحت، بيجي بسرعته، بيقدر واحد على واحد يعدي، ولكن لما بيكون مساحات ضيقه وصغيره ممكن بايرن ميونخ بطريقه برضو ان هم شبه مانشستر سيتي شويه في تدوير الكوره وليهم اسلوب معين، ولكن يعني ترجمه الفرص دي مش هيبقى موجود. خصوصا ان برضو عاوز اشاركك رايي في حاجه، هو مفيش فيرود في السكواد اصلا، يعني اللي كان موجود اصلا في السكواد اللي عنده 19 سنه هو ده الفيرود بالظبط. انا كنت لسه كمان بس برضو شاركنا في الحوار. طيب لغايه حتى الانتقالات الشتويه من خلال متابعتك للكره الالمانيه او بصفه عامه الكره الاوروبيه، خلينا في البوندسليجا،
شايف في تارجت سترايكر موجود في الدوري الالماني خارج البايرن ممكن يكون بيأدي الادوار اللي بيقولها محمود، انه يكون عندك سترايكر صريح رقم 9 يعوض بيه غياب ليفا، وممكن جدا تستفيد كمان من ساديو ماني انه بيلعب كمان على طرف شمال بشكل اكتر من رائع. صحيح يا كابتن هاني، هو زي ما كنا بنقول ان بايرن ميونخ كان عليه لوم كبير، او صالح حامديتش طبعا السبورت دايركتور، ان انت ازاي ما فكرتش في نونيز على سبيل المثال. كان دايما في كلام كبير ان احنا ازاي نجيب سترايكر صريح في حاله ده، طبعا الكلام ده كان قبل رحيل ليفا، ازاي ان احنا ناهل نفسنا ونحضر لرحيل ليفا في اي وقت، وده كان الكلام مسبقا من زمان ان هم كانوا فعلا بيشتغلوا على الحته دي. سؤال حضرتك ان هل موجود دلوقتي في البوندسليجا من يعوض مثلا او يكون سترايكر صريح يعوض؟ لا طبعا، طبعا احنا شايفين في طبعا مهاجمين كتير جدا في الدوري الالماني. شفنا انكونكو من لايبتسيش، كريستوفر عامل برضو شغل كبير جدا، احنا شايفين كابتن هاني حتى الان تيمو فيرنر كان راجع من الدوري من البريمير ليج. كولر طبعا ما كانش ليه يعني ليه ما انتقلش للبايرن؟ ليه البايرن ما اشتغلش؟ ستايله بعيد شويه عن ستايله ده، هنا كان فيه لوم كبير يعني ليفا طبعا، لكن سترايكر 9 طبعا يبقى واحد برضو من افضل المهاجمين موجودين في المانيا يعني تيمو فيرنر يعني. اتفضل يا باز. صحيح يا كابتن هاني، هو دي الاشكاليه اللي احنا يعني بنشوفها، ان في كان في طبعا لعيبه سترايكر كان ممكن يعوضوا غياب ليفا، وطبعا ويساهموا بشكل كبير جدا في احراز اهداف كثيره من الفرص المهدره يعني الكثيره ديت، ولكن فعلا هنا كان لوم كبير وعلامه استفهام. الجمهور هنا البافاري والصحافه متاملين امل كبير جدا في الكتيبه الناريه مع ساديو ماني، ان هم يعني يشوفوا الفتره الجايه مع المباريات القادمه افضل من كده. زي ما قلنا ساديو ماني 3 اهداف مع جمال موزيالا، مش شرط يكون في هداف للفريق اللي هو يعني زي ليفا ده. ليفا ده حاجه استثنائيه زي ما حضرتك عارف، الطريقه الالمانيه ما فيش النجم الاوحد او الهداف الاوحد بتشبه حتى طريقه بيب جوارديولا مع مان سيتي الى ان اتى هالاند طبعا. نفس الكلام، ففي الدوري الالماني لعيبه دلوقتي واعده، احنا اعتقد هنشوف الفتره الجايه مهاجمين هيظهروا على الشاشه بشكل كبير جدا، واعتقد ان الانتقالات القادمه اللي هي الشتويه القادمه اعتقد ان البايرن ميونخ هيشتغل بشكل كبير جدا ان هو يستقطب لاعب راس حرب سترايكر يكون حتى يعني بديل او مساعد او وجوده كورقه رابحه طبعا في حال تغيير طريقه اللعب، لو ناجلسمان غير طريقه اللعب او كبديل طبعا في حاله طبعا يعني الاعتماد عليه في غياب ماني او تبديل ماني او اراحه ماني او من هذا القبيل يعني. اكيد هنتابع معاك يا باز طبعا احوال الكره خاصه في المانيا. بنشكرك شكرا جزيلا طبعا نجمنا محمد الباز المتواجد دلوقتي في المانيا، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا باز. شكرا، تحياتي لك.